عيان بهارات. عمالين نطلع من الفيديو. كيمباب يلا بينا نعمل كيمباب الزهرة او كيمباب الوردة، مناسب قوي للبيكنيك ومناسب قوي ان انتوا تدوه هدية لاي حد من صحابكم. هنبدا نشوح الخضار بتاعنا كل حاجة لوحدها. هنبدا الاول بالجزر مع شوية زيت، وبعدين بطلعه على طول بعد 30 ثانية. انا بس بمجرد عايزاها بس تلمس النار بس مش اكتر. بشوح شوية سبانخ وفلفل وبيض وشوية سوسيس وكمان كابوريا وخيار والفجل الكوري، اي حشوة انتوا عايزينها بنحشيها جوه الكيمباب. بنقسم الورقة كده بتاعتنا 4/4 زي ما انتوا شايفين، لان كل ربع هنستخدمه في حشوة كل خضار او كل مكون لوحده، والفه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ولو ما قفلتش معاكم في الاخر، يعني في اخر طرف، بتبلوا صباعكم بشويه ميه وبعدين تقفلوا اخر طرف عليها وبس كده. كده بقت جاهزه معايا كلهم، وببدا احط الرز بتاعي اللي انا اوريدي متبلاه بزيت السمسم والسمسم، وابدا احطهم كده كلهم فوق بعض وابدا الفها. ويفضل اللف بالايد، اسهل بكتير من الحصيره. يعني انا عملت واحده تانية بايدي وكانت اسهل بكتير. تبداوا تقطعوها وشكلها كيوت، شكلها جميل قوي 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 لدرجه ان انا كنت مستخسره كلها. بس بالنسبه للطعم حرفيا طعمها كان جميل جدا، لان كل مكون تحسوا ان هو ايه اتلخبط كده في بقكم وبقى حاجه كده قمر قمر قمر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وانيا.